بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع: أسد وثعلب. أسد شاخ وضعف فلم يقدر على صيد الوحوش. أسد مبتدأ، شاخ فعل ماض خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو أعد على المبتدأ وحرف عطف. ضعف فعل وفاعل، فحرف عطف، لم حرف جزم. يقدر فعل مضارع مجزوم بلام، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. على صيد جار ومجرور متعلق بيقدر، وصيد مضاف الوحوش مضاف إليه، وأراد أن يحتال لنفسه في المعيشة. وحرف عطف، أراد فعل وفاعل أن حرف نصب، يحتال فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به للفعل أراد. لنفسي جار ومجرور متعلق بيحتال، ونفسي مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. في المعيشة جار ومجرور متعلق بيحتال. فتمارض وألقى نفسه في بعض الغيران، فحرف عطف، تمارض فعل وفاعل، وحرف عطف، ألقى فعل وفاعل، نفس مفعول به وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. في بعض جار ومجرور متعلق بألقى، وبعض مضاف، الغيران مضاف إليه. وكان كلما أتاه زائر من الوحوش افترسه داخل الغار وأكله. وحرف عطف، كان فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره هو، في محل رفع، كلما نائب ظرف زمان منصوب بالفتحة على أنه مفعول فيه للفعل افترس. ما مصدرية ظرفية مبنية على السكون، أتى فعل ماض هو مفعول به زائر فاعل. وما المصدرية والفعل أتى بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالإضافة. من الوحوش جار ومجرور متعلق بزائر، افترس فعل وفاعل هو مفعول به، داخل ظرف مكان منصوب على أنه مفعول فيه وهو مضاف، الغار مضاف إليه. وحرف عطف، أكل فعل وفاعل هو مفعول به. وأتى الثعلب يوما ووقف على باب الغار مسلما عليه قائلا له: كيف حالك يا سيد الوحوش؟ وحرف عطف، أتى فعل ماض، الثعلب فاعل، يوم ظرف زمان وهو متعلق بأتى. وحرف عطف، وقف فعل وفاعل، على باب جار ومجرور متعلق بوقف، وباب مضاف، الغار مضاف إليه. مسلما حال من الضمير المستتر في وقف، عليه جار ومجرور متعلق بمسلما، قائلا حال ثانية، له جار ومجرور متعلق بقائلا. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع، خبر مقدم، حالك مبتدأ مؤخر، وحال مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. يا حرف نداء، سيد منادى مضاف، الوحوش مضاف إليه. فقال له الأسد: ما لك لا تدخل يا أبا الحسين؟ فحرف عطف، قال فعل ماض، له جار ومجرور متعلق بقال، الأسد فاعل. ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، لك جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا، وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، وهو خبر أول لا نافية، تدخل فعل وفاعل، وجملة تدخل خبر ثاني. يا حرف نداء، أبا منادى، وهو مضاف، الحسين مضاف إليه. فقال له الثعلب: يا سيد، قد كنت أردت ذلك، غير أني أرى عندك آثار أقدامك سيرين، قد دخلوا ولست أرى أن قد خرج أحد منهم. فحرف عطف، قال فعل ماض، له جار ومجرور متعلق بقال، الثعلب فاعل. يا حرف نداء، سيد منادى، مبني على الضم لأنه علم، في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف، والتقدير أنادي أو أدعو. قد حرف التحقيق، كنت فعل ماض ناقص، والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم كنت،
أردت فعل وفاعل وجملة أردت في محل نصب خبر كنت ذلك اسم إشارة مفعول به غير بمعنى إلا الاستثنائية غير مستثنى منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف أن حرف مشبه بالفعل ولياء ضمير المتكلم في محل نصب خبر أن أرى فعل وفاعل وجملة أرى في محل رفع خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بالإضافة عند ظرف مكان منصوب وهو متعلق بأرى كمضاف إليه آثار مفعول به لأرى وآثار مضاف أقدام مضاف إليه وهو مضاف كثيرين مضاف إليه قد حرف تحقيق دخل فعل والواو فاعل وجملة دخل في محل جر نعت وحرف عت لست فعل ماض ناقص والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم ليس أرى فعل وفاعل وجملة أرى في محل نصب خبر ليس أن مخففة من أن حرف مشبه بالفعل واسمها ضمير الشن محذوف قد حرف تحقيق خرج فعل أحد فاعل منهم جار ومجرور متعلق بنعت محذوف وشبه جملة في محل رفع نعت لأحد التقدير أحد كائن أو مستقر منهم وجملة خرج في محل رفع خبر أن التقدير ولست أرى أنه قد خرج أحد منهم والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به معنى الحكاية أن الإنسان لا ينبغي له أن يفعل شيئا إلا بعد أن يفكر فيه ويميزه معنى الحكاية معنى مبتدأ وهو مضاف الحكاية مضاف إليه أن حرف مشبه بالفعل الإنسان اسم أن لا نافية ينبغي فعل مضارع في محل رفع خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ له جار ومجرور متعلق بينبغي أن حرف نصب يفعل فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل لينبغي شيئا مفعول به ليفعل إلا حرف استثناء ملغا بعد ظرف زمان وهو متعلق بيفعل أن حرف نصب يفكر فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر مضاف إليه فيه جار ومجرور متعلق بيفكر وحرف عطف يميز معطوف على يفكر فعل وفاعل والهاء ضمير متصل مفعول به والله أعلم بالصواب.